اختبر بايدن إدارة أمريكا مدة 8 سنوات عندما كان نائب رئيس لباراك أوباما، لكن هدفه الآن منصب الرئيس. أعلن جو بايدن ترشحه في أبريل 2019، وأصبح المرشح الافتراضي عن الحزب الديمقراطي بعد تعليق أقوى منافس له برني ساندرز حملته الانتخابية بسبب تفوق بايدن بفارق ملحوظ. وفي المؤتمر الوطني الديمقراطي في أغسطس 2020 أصبح بايدن المرشح الرسمي عن الحزب للانتخابات، وحاز دعم معظم منافسيه السابقين، إضافة إلى رؤساء سابقين مثل أوباما وكلينتون. We must come together, defeat Donald Trump and elect Joe Biden and Kamala Harris as our next president and vice president. I'm so proud to endorse Joe Biden for president of the United States. If we're strong together, we'll heal together. We'll redeem the soul and the promise of our country, led by President Joe Biden and Vice President Kamala Harris. من أبرز القرارات التي شهدتها حملة بايدن تسمية كامالا هاريس نائبة له، خصوصا وأنها كانت من أشد مهاجميه خلال الانتخابات التمهيدية. حملة بايدن ترتكز على تحدي الرئيس ترامب ليس فقط في انتخابات 2020، بل في القرارات الرئاسية التي تم اتخاذها في السنوات الأربع الماضية. ويعتبر بايدن أن ترامب لا يمثل الأمريكيين وأن أمريكا منذ 2016 فقدت قوتها العالمية. تركز حملة بايدن بشكل كبير على الأقليات، خصوصا في ظل التوتر العرقي الذي تشهده البلاد، ووعد بايدن بالرجوع عن قرار ترامب بحظر السفر على المسلمين في الأيام الأولى من تسلمه الرئاسة، كما أنه وعد بالليونة تجاه المهاجرين على الحدود مع المكسيك، واصفاً سياسة ترامب معهم بالقاسية. وعن المشاريع الاقتصادية تحت شعار إعادة بناء أفضل، ترتكز حملته على تشجيع العامل الأمريكي والصناعات المحلية، إضافة إلى الترويج لاستخدام الطاقة البديلة.